قصة وما فيها، تذكرون بنات اللي متابعيني والشباب لما جيت اسطنبول أيام حفل الكورس التخرج تبع دكتور نادر بطو؟ مش كان في واحدة قدمت نفسها أنها محامية وأنا قدمت أنها محامية وكذا، وجابت أنها هي محامية وأوراق ودنيا. هي من تونس طبعا، احترامي لكل أهل تونس الراقيين المحترمين اللي هم كلهم أصحابي، يعني أصحابي المقربين توانسة سوار وإيناس. وقالت لي انها تعرف اصلا سوار وإيناس اصحابي، وقالت لي انا بسحب من مكتبهم، هي مفروض تشتغل في مكتب محاماة، وانا بسحب القضية اللي عندهم خصوص عمل بخصوص بزنس، بسحبها من عندهم بعطيها لمحامي ثاني لانهم تأخروا علي. قالت لي، قامت تبكي، ابوس ايدك وانا مستقبلي مبني على اني اخذ قضيتك، لاني لو نجحت في قضيتك انا راح اصير اشهر محاميه في العالم، وانا مرشحه وزاره خارجيه، وانا دبلوماسيه، وانا رئيسه حزب، وانا امشي على الحيط، وانا كل شيء اسوي. فيوم قامت تبكي وعندي شهود على هالكلام، كان معايا ناس، قلت لها دامك انت كذي طموحه وريني. حلو. قالت لي زين سوي لي توكيل، يوم توصلين دبي سوي لي توكيل وانا راح ابتدي اراجع في القضيه من اول وجديد لحسابي الشخصي مش للمكتب اللي انا كنت شغاله معه، وهذيل نصابين وعيال كلب وكذا ولا لا. اوكي. وصلت دبي سويت لها التوكيل، وظلت الاوراق النسخ الاصليه حق العقد وكل شيء وين؟ عندها. تمام. عدى الوقت رمضان وانا انشغلت وسافرت وكذا، ارسل لها ايش سويتي؟ بكره بعده، بكره بعده، بكره بعده. اخر شيء مرسله رساله ابتزاز لمدير مكتبي ولناس شغالين معاي، تقول لهم انا عشان اسلمكم الورق. فانا كل يوم اكلمها ايش صار ما صار ما صار. اخر شيء ابتزت، قالت انا العقد النسخه الاصليه عندي والاوراق، وانا ما راح اعطيهم الا انا اطالب بمبالغ، يعني ابتزاز. ليش؟ لان قيمه العقد، العقد النسخه الاصليه، انا عندي نسخه من العقد، بس لان انت تطلع نسخه اصليه ثانيه في قضيه تبي تاخذ وقت، وهي عارفه هالشيء. فقالت انا ابغى مبالغ، ابتزاز الموضوع مش بس موضوع، اوكي، عشان اسلمكم، لان العقد يسوى، العقد قيمته 2.5 مليون، يعني نتكلم بعشرة مليون ريال سعودي. فهي ما تبغى تسلم الأوراق، خذتهم، يعتبر سرقتهم تحت مسمى أنها محامية ومرشحة وزيرة خارجية ورئيسة أحزاب، وطلعت لي بالتلفزيونات لها لقاءات وبادري شنو. فأنا اليوم قدمت عليها في النيابة في تركيا، لأن هي من المقيمين في تركيا وسافرت إلى تونس. زين، اسمها سحر أبو خريس، راح أنزل لكم الفيديو حقها، للي يتعرف عليها يبلغ الشرطة. زين، في تونس، في تركيا ما فيها تجي لأن حطينا اسمها في المطار، لأنه أوردي بلغت عليها في كل مكان قضية انتحال شخصية، ابتزاز، سرقة، وأشياء كثيرة حطيت لها. وها حاجة ثانية ما أبي أقولها، بتركها لها مفاجأة، حاجة قوية جدا تخص الأمن. فأنا راح أنزل لكم الفيديو حقها، اللي تعرف عليها أرجوكم من أصحابي وحبايبي في تونس، اللي تعرف عليها لأن الأوراق هي عندها، يبلغ الشرطة، علشان أنا أوريدي مبلغة عنها هنا وأوريدي أثبت عليها، لأن أنا قدمت الأدلة، قدمت للواتسابات والابتزازات رقمها وفويس نوت حقها وصورها وفيديو. وجميلة تونسية ولبنانية وكسرت الدنيا في تركيا. عندكم مشاكل في تركيا ترى، هذا الوحش هنا. نايس تو سي يو حبيبتي. احلى فنانة في الدنيا. فاتمنى من اهلنا في تونس بالاخص الجهات الامنية هذا الفيديو حقها. وعندي طبعا اكيد قدمت الادلة للحكومة التركية، قدمت كل ابتزازاتها وكتاباتها والفويس نوت ومن الرقم وكل شيء، والجواز اللي مرسلته اللي مو بلها الحث، كل التفاصيل. اوكي، واخذوا، قدمت كل ابتزازاتها وكتاباتها والفويس نوت ومن الرقم وكل شيء، والجواز اللي مرسلته اللي مو بلها الحث، كل التفاصيل. اوكي، واخذوا فيها واعتبروها ادله نهائيه. اوكي، اتمنى من الحكومة التونسية حد من الامن التونسي شوف هذا الفيديو اللي انا نزلته لها، اوكي، انا عشان اعرف الناس عليها والحكومة التونسية، لاني انا مش في تونس،
هذه الإنسانة ادعت أنها هي مرشحة وزيرة خارجية ورئيسة حزب وما بعرف إيش ومحامية. فأتمنى إذا كان هذا الكلام صحيح أحد يتواصل معي من الحكومة التونسية، من التوانسة أعزائنا، هذيل الناس المحترمين الراقين اللي أنا أعشقهم، تمام؟ يتواصل معي سواء عن طريق الإنستغرام، عن طريق الرقم اللي موجود على سناب شات، رقم التليفون، علشان أنا قضيتها أبتدي فيها في تونس لما ينعرف مكانها وين، هي وين، يعني هي حقيقتها وين، تمام؟ وأرجو أرجو أن ما تتعرضون لناس زي كذا في المستقبل، يجيك يطلب منك والله والله والله. ها طلعت فيديو الأوتيل، طلعت كاميرا الأوتيل، فيديو الأوتيل، ووريت وهي تبكي تبكي تبوس إيدي. تكفين، أنا حطيني في القضية، أنا 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 مستقبل. الفيديو للشرطة التركية قدمتها عشان دليل انه هي اللي جات لعندي والاوراق في يدها وكل شيء، ومع المراسلات ومع مع كل حاجة. فاتمنى من الحكومة التونسية يوصل لهم هذا الفيديو، هذه المرأة مطلوب العثور عليها. فانا اتمنى مساعدة علشان انا اقدر ارفع عليها قضية في تونس. لازم يكون عندي عنوان لها، انا عندي الفيديو ما عندي عنوان لها، وما أعرف إذا اسمها كان أصلي، لأني لما سويت لها التوكيل ما أرسلت لي نسخة جواز، أرسلت لي، وطبعا هذا كان غباء مني ومن مكتبي، إن حنا اعتمدنا على الاسم الثلاثي، أوكي؟ فما أرسلت لي نسخة جواز، فما أعرف إذا كان اسمها حقيقي، لا بس في التلفزيون ما أعرف إذا كان اسمها حقيقي أو لا الكامل، بس اسمها سحر. فأنا عشان أرفع قضية في تونس أحتاج حد يدلني على عنوانها. فلو سمحتوا اللي عرفها أو الأمن التونسي ردون علي بكل حب وبكل تقدير لكم، تردون علي لأني برفع قضية بعرف هذه المرأة وين موجودة، وعندي كل الأدلة اللي تثبت اللي أصلاً الحكومة التركية قبلت فيها، وأصلاً أوريدي صار اسمها وانتد هنا في تركيا.